اهلا وسهلا بيكم، انا معتز هاني ودي قناة كتب وسينما. هنتكلم النهاردة عن فيلم منتظر برضو في 2021، وهو فيلم هاوس اوف جوتشي. هو بيتكلم عن الصراع اللي حصل في عائلة، طبعا بيت الازياء الشهير والموضة العالمية براند جوتشي، وقصة الحب والانتقام والخيانة اللي حصلت في هذه العائلة. والفيلم هيتم عرضه في 24 نوفمبر من هذا العام. الفيلم من إخراج المخرج الكبير الشهير ريدلي سكوت، وبطولة كوكبة كبيرة من النجوم آدم درايفر وجاريد ليتو والباتشينو وليدي جاجا وسلمى حايك وعدد من النجوم. وهو مأخوذ عن كتاب لسارة فوردن سنة 2001، هو اسمه The House of Gucci. الفيلم كان ليه اكتر من مخطط قبل كده ولطريقة تنفيذه واخراجه. فمثلا سنة 2006 كان ريدلي سكوت كان هيخرج الفيلم عن عائلة جوتشي وكده، وكان في مخطط بقى ان هيكون مين بقى الابطال بتوع الفيلم، انجلينا جولي وليوناردو دي كابريو. يعني كان هيبقى طبعا قنبلة لو كان تم تنفيذه بالنجوم دي، ولكن طبعا ما فيش اي مشكلة مع اللي حصل، لان برضو كوكبة النجوم اللي موجودة في هذا الفيلم هي تشكيلة قوية جدا من النجوم الكبيرة. القصة بتحكي عن باتريزيا وموريزيو. موريزيو ده اللي هو حفيد بقى جوتشي الكبير والمؤسس لهذه الامبراطورية. فبعد وفاة والده كان موريزيو بقى حصل على النسبة بتاعته والحصة في الشركة، وهو كان اتجوز باتريزيا في سنة 1973. هنشوف بقى دي القصة الحقيقية اللي حصلت ورا الفيلم. يعني طبعا مش هنحكي قصة الفيلم نفسها، احنا بنتكلم عن القصة الحقيقية اللي حصلت، وطبعا الفيلم يعني مأخوذ عن هذه القصة. وبقت باتريزيا شغالة بقى مع زوجها وكده، ويعني مستشارة معاه في امور العمل. وطبعا يعني الورث بتاع موريزيو ادى ليه مشاكل عائلية، خصوصا بقى مع عمه ده اللي هو اسمه ألدو، واللي هو بيقوم بدوره الباتشينو. وكان ليه على فكرة دور مهم جدا ألدو في توصيل الاسم بتاع عائلة جوتشي الى العالمية والى دول مختلفة. فكان بين موريزيو وبين عمه اللي هو ألدو مشاكل قانونية على موضوع التحكم في الشركة، وموريزيو كان فاز وكده. وفي سنة 85 ساب باتريزيا اللي هي زوجته وساب بناته اللي كان خلفهم وكده، وراح بقى لجيرل فريند بتاعته كان بيخطط للزواج منها اسمها باولا فرانكي. كان سنة 85 قال لزوجته أنا رايح رحلة عمل كده قصيرة ومش عارف إيه لفلورنسا، وبعد كده بعد حد يقول زوجته أنا مش راجع وزواجنا خلاص انتهى. طبعا ده أشعل النار جوه باتريزيا، وإزاي بقى إن هو يخني هذه الخيانة. وسنة 93 كان موريزيو مشهور بقى ب يعني هو انفاقه بطريقة هستيرية وكهذا الكلام، فوقع الشركة في مشاكل قانونية بالجملة، واجبر على بيع حصته في الشركه لانفست كورب بحوالي 120 مليون دولار. وفي سنه 94 حصل الطلاق الرسمي، وكجزء بقى من التسويه اللي حصلت قال هيدفع نفقه سنويه لزوجته بقيمه حوالي 1.5 مليون دولار. وبعد كده حصلت بقى القنبله وتم اغتيال موريزيو جوتشي بالرصاص على ايد واحد من القتلة المحترفين، ده اثناء كان وصوله لمكتب العمل. فضرب 3 رصاصات في الظهر ورصاصة في رأسه في واحد كان يعني قاتل مأجور ماسك مسدس. بعد كده سنة 97 تم القاء القبض على باتريزيا اللي هي الزوكة، وتم اتهامها بتوظيف القاتل بقى اللي هو قام بقتل زوجها، ووصفتها بقى الصحافة بلقب كده الأرملة السوداء. وبيقال ان هي اصلا كان يعني بتتكلم قدام الناس وكده عن اصلا رغبتها في قتل او موت موريزيو، ولكن ده ما كانش دليل كافي. يعني مش مجرد الرغبة كده ان هي تكون هي اللي قتلته، ولكن بعد كده لقوا ادلة وعرفوا ان هي قامت بتأجيل او بتأجير هذا القاتل. فقالوا ان هي يعني حسب الادلة اللي عليها ان هي وظفت فريق من القتلة مقابل 375 الف دولار، واتحكم عليها بالسجن 29 سنة. فقالوا بقى ان الموضوع كان طبعا ليه علاقة بالغيرة، طبعا غيرانة من الصديقة الجديدة اللي هي خلاص على وشك الزواج من جوزها اللي هتخطف منها جوزها. وكمان كان يعني لو حصل الزواج ده النفقة اللي هي بتاخدها هتقل للنص، فكان عندها اكتر من دافع لعملية اغتيال هذا الزوج. وكان ليها صديقة يعني هي بيقولوا عليها بقى مستبصرة كده او ساحرة زي اللي بيقعد على البلورة السحرية كده، يعني جو غامض وغريب. كان ليها الصديقة دي اسمها بنا، ودي قايمة بدورها سلمى حايك.
وكانت باتريزيا بتقول ان بينا دي كان لها دور كبير، وان هي اصلا اللي يعني ساعدتها في حكايه القاتل المأجور ومش عارف ايه، وانها كمان كانت بتبتزها لو ما كانتش تمت العمليه. وسنه 2011 هي اصبحت مؤهله للافراج عنها عن طريق بقى برنامج الافراج اللي هم بيعملوه في السجون، مقابل ان هي تعمل يعني عمل معين، ولكنها رفضت وقالت لا انا عمري في حياتي ما اشتغلت. فبعد كده تم اطلاق سراحها في 2016 بعد ما قضت 18 سنه بسبب بقى ايه حسن السلوك. ومن سنه 2017 بتاخد النفقه بقى يعني قدرها 1.5 مليون دولار من الملكيه بتاعه موريزيو، وده بسبب تسويه الطلاق اللي حصلت سنه 1993 واللي كان وافق فيها طبعا زوجها على منحها النفقه طول حياتها، فرغم ان هي امرت بقتله او عملت المؤامره دي، ولكن المحكمه امرت ان هي هتاخد النفقه برضو وهي عايشه عادي بعد ما خرجت من السجن. فهنا ادم درايفر طبعا هو اللي قايم بدور موريزيو الزوج اللي تم قتله، وجارد ليتو اللي هو باولو اللي هو ابن عمه اللي هو الدو اللي هو الباتشينو، وليدي جاجا قايمه بدور الزوجه او اللي هي طبعا امرت بعمليه القتل وهي باتريزي، وطبعا في عدد اخر من النجوم، وفي مثلا ممثله قايمه بدور صوفيا لورين وفي توم فورد ومجموعه كده من الشخصيات برضو المهمه اللي هنشوفها في الفيلم. فمثلا النجم جيرمي ايرونز ده قايم بدور رودولفو اللي هو ابو طبعا البطل بتاعنا اللي هو موريزيو، وهو كان رودولفو ده يعني هو اخو الدو اخو الباتشينو، ولكن هو كان بقى اتجه لموضوع التمثيل. من رد الفعل على هذا الفيلم يعني كان في رد فعل لباتريزيا نفسها، فعملت حوار كده سنة 2021 وكانت متضايقة ان ليدي جاجا اللي هتقوم بدورها يعني حتى ما زرتهاش او عرفت عنها معلومات او هذا الكلام، فبتقول هي مش مسألة فلوس، انا يعني هي بتتكلم على انها حتى تعرف عنها اكتر وكانت حتى تزورها على سبيل زي ما هي بتقول الاحترام. ولكن أسرة العمل نفسها أكدت بقى في تصريح إن هما ما كانوش عايزين أصلا ليدي جاجا تزورها، وإن هما مش عايزين يبدوا اهتمام أو دعم بهذه الجريمة الوحشية. فده كان رد فعل الزوجة نفسها اللي هي القاتلة، بينما رد فعل الأسرة بقى قالوا برضو في تصريح تاني إن هما يعني أسرة الفيلم دي بتسرق الهوية بتاعت العيلة عشان تعمل أرباح. فدي هي القصة الحقيقية لهذا الفيلم، طبعا المليء جدا بالنجوم، وشايفين عاملين ازاي بقى في المكياج وتغيير الشكل والجسم، وخصوصا طبعا الدور اللي بيلعب يعني هو اللي بيلعبه جارد ليتو، هو مشهور بقى عن برضه تغييره في شكله لشخصيات كتير عملها في افلام. فالكل في انتظار هذا الفيلم، طبعا طاقم تمثيل قوي جدا ومخرج رائع وليه عدد من الافلام القويه جدا على مدار تاريخه الطويل في الاخراج، والقصة نفسها مشوقة وعايزين نعرف اكتر عن اللي حصل وجريمة القتل. وعلى فكرة سلمى حايك اللي هي قايمة بدور بقى المستبصرة او الساحرة اللي هي صاحبة الزوجة القاتلة ليها علاقة بعائلة جوتشي او بماركة جوتشي في الحقيقة، لان هي زوجة الملك بتاع الشركة دلوقتي، هي الملكة لجوتشي. يعني بعد ما حصل بقى المشاكل اللي حصلت في نهاية فترة موريزيو وهذا الكلام، واستحوذت عليها الشركة دي اللي هي الفرنسية، اللي هو صاحب الشركة زوج سلمى حايك، فهي في الحقيقة لها علاقة فعلا بموضوع جوتشي، واصلا بتلعب كمان دور في الفيلم. فننتظر الفيلم ويا رب يكون على قد التوقعات، ونشوف هل هيبقى من اقوى افلام العام ولا ايه، ولكن هو هيكون في 24 نوفمبر. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.